وللحديث عن تراجع حقوق الإنسان وحرية التعبير وجرائم الحرب التي ارتكبت في العراق مع تنامي هيمنة ونفوذ ميليشيات الحشد، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. أهلا بك معنا دكتور أيمن. حياك الله أخي الكريم، أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور أيمن. يعني بداية، 7 سنوات على تشكيل ميليشيا الحشد في العراق، كيف تقيم سلوك هذه الميليشيا على مستوى حقوق الإنسان في العراق؟ حقيقة التشكيل الذي تشكلت على أساسه هذه الميليشيات هو معلوم، تشكيل أيديولوجي أثر فتوى وتداعى لها أبناء جنوب أبناء المحافظات الجنوبية، ظنا منهم في البداية أنهم سيقومون بالدفاع عن وطنهم، لكن الأصل في الموضوع هو حاله حال جميع الملفات التي تتبناها حكومات الاحتلال المتعاقبة، هي توقع وتغرر بالشباب العراقي الشبان العراقيين، والأصل في ذلك أنه هو يعني أحد أذرع إيران في العراق، وهذا ما بينته الأيام على مدى السنوات 7 الماضيات. ولكن بالنسبة لملف الحقوق الإنسان فحقيقة هو ملف زاخر بالانتهاكات بالنسبة لميليشيا الحشد، ولا سيما الفصائل الولائية المرتبطة ارتباطا مباشرا بإيران، وهذا يعني معلوم أصبح لدى القاصي والداني ولا يختلف عليه اثنان، لأن الحقائق والأدلة التي تثبت هذا الكلام كثيرة وكثيرة جدا، ولا حقيقة يمكن حصرها في هذا المقام. نعم، ولكن ما الذي يجعل هذه الميليشيات صامدة أمام أي محاولة للمحاسبة، لا سيما مع انتهاكها كما تفضلت، انتهاكها لحقوق الإنسان وارتكابها جرائم حرب؟ أخي الكريم، هي متورطة بشكل مباشر في كثير من ملفات الانتهاكات لحقوق الإنسان، سواء مثلا للقتل خارج القانون أو الاختطاف والاغتيال والاعتقال غير القانوني والتهجير والترحيل والتغيير الديموغرافي والإفلات من العقاب. فبالنسبة للإفلات من العقاب، هي طبعا تشكلت هذه الميليشيات من قبل قادة الأحزاب المتنفذة وأشرفوا عليها ولا يزالون يشرفون عليها، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يطالب الآن في الوقت الحالي بمحاسبة هذه الميليشيات على جرائمها فضلا عن معاقبتها، لأن الأمر مرتبط بالحكومة بشكل مباشر، هم ليسوا شركاء في الحكومة، هم الحكومة نفسها، لأن الأمر الأحزاب المتنفذة هي التي اليد الطولة لها في البلاد اليوم المرتبطة بإيران، والتي تخضع وتنفذ مخططات أمريكية وإيرانية تخادمية بين الطرفين، فهي اليوم يعني خارج نطاق المحاسبة، لكن أكيد ومؤكد أنه سيأتي اليوم الذي يحاسبون فيه على جميع هذه الجرائم. نعم، ولكن ما خطورة هذه التصرفات في تكريس لربما سياسة الإفلات من العقاب في العراق؟ أخي الكريم، الإفلات من العقاب هو السمة البارزة في العراق ما بعد 2003، في العراق ما بعد الغزو الأمريكي والهيمنة الإيرانية التي أعقبته، وهو أمر ممنهج ومقصود، والمراد منه هو إفلات المشاركين بالعملية السياسية من العقاب. يعني هذا حقيقة الإفلات من العقاب المطلق، وكثير من التقارير التي أصدرها قسم حقوق الإنسان والتقارير الدولية والعربية والمحلية الأخرى كلها تثبت أن هنالك إفلاتا مطلقا من العقاب من الجرائم، وما يجري في بعض المحطات هنا وهناك بالتقارير
مساءلة هذا الشخص أو يعني إخراج الأمر كأنها حالات فردية، هذا هو المراد من المحاسبة الصورية التي تقوم بها الحكومة. فهذا الأمر يكرس بالتأكيد الإفلات من العقاب، ويفتح الباب أمام المزيد والمزيد من الجرائم البشعة بحق المدنيين في العراق. نعم، في ظل غياب محاسبة الميليشيات عن جرائمها، دكتور أيمن، ما هي الحلول أمام ذوي الضحايا؟ نتكلم هنا طبعا عن قائمة تطول من الاغتيالات والمقابر الجماعية. هل هناك فرص حقيقية لتقديم شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية؟ أخي الكريم، بالنسبة لذوي الضحايا حقيقة أود أن أوضح أمرا مهما، وهو من قبل قسم حقوق الإنسان كثير من الأشخاص الذين كانوا ينتمون إلى ميليشيا الحشد أصبحوا ضحايا اليوم بعد أن اتضحت أمامهم الصورة وعرفوا أن لا خلاص للعراق وأهل العراق إلا بإنهاء الهيمنة الإيرانية، فخرجوا إلى الشوارع مطالبين بإسقاط العملية السياسية، وخرجوا منددين و يعني مطالبين بمحاسبة القتلة والفاسدين، فهؤلاء أصبحوا من الضحايا. أما بالنسبة لذوي الضحايا بالدرجة الأولى، لا شك هم يستطيعون أن يلجأوا إلى المحكمة الجنايات الدولية، لكن بشرط وهو توثيق الضرر أو الانتهاك أو الجريمة التي تعرضوا لها أو تعرض لها ذو يعني أقرباؤهم أو أبنائهم أو أزواجهم، يعني حسب درجة القرابة. أهم شيء هو التوثيق، والتوثيق المهني القانوني المقبول والمعتمد، حتى يتم يعني إرفاق هذه الملفات بشكل نظامي لمحكمة الجنايات الدولية. والحقيقة هنالك محاولات كثيرة، لأنه الملفات أصبحت كثيرة جدا، فهذه المحاولات كثيرة بعد أن فشل أو تقاعس حقيقة القضاء المحلي في أداء واجبه تجاه هذه القضايا. نعم، إذن مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، كنت ضيفا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك.